نقوله نحن نرحب بالخطوات التي تبنتها أو قامت بها المغرب فيما يتعلق بتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، ونحن سنواصل دعم العملية جهود الأمم المتحدة لحل الخلاف في المغرب، وكذلك ندعم مهمة الأمم المتحدة المتعلقة بالاستفتاء في منطقة الصحراء الغربية، وكذلك ما تقوم به من مراقبة للأوضاع والحلول دون اندلاع أعمال عنف. لا، قلت أننا ندعم عمل البعثة الأممية في منطقة الصحراء الغربية. هل هذا يعني أنكم لا تعترفون بالصحراء الغربية وتعتبرون جزءا من المغرب؟ ليس هناك أي جديد بشأن هذا الموضوع.